وصلنا إلى نهاية التاسعة، وفي الختام إلى هاجر ومزيد من الأخبار. مساء الخير. مساء الخير. شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا. بعد عرض مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميغان، عقدت اجتماعات طارئة شارك فيها كبار أفراد العائلة البريطانية المالكة، حيث استحوذت المقابلة على اهتمام كبير لدى الصحافة البريطانية والعالمية. وأشارت مصادر ملكية إلى أن كبار مساعدي الملكة كانوا ينتظرون رد الفعل على بث المقابلة قبل الرد على قائمة الادعاءات الضارة. وسيكون التحقيق الرسمي الحل الوحيد للوصول إلى أسفل القائمة الطويلة لشكاوى الزوجين، تماما كما أطلق القصر الأسبوع الماضي تحقيقا فوريا في مزاعم التنمر ضد ميغان. من جهته، شكك والد ميغان ماركل اليوم في صحة اتهامات ابنته وزوجها الأمير هاري للعائلة المالكة البريطانية بالعنصرية، قائلا إنه شعر بالخيبة من الحديث الصادم الذي أدلى به الزوجان للتلفزيون الأمريكي. وقال توماس ماركل إنه لا يعتقد بأن العائلة الملكية البريطانية عنصرية، آملا أن تكون ملاحظات ابنته المزعومة بشأن العنصرية مجرد سؤال غبي، حيث كانت ميغان قد قالت إن ابنها أرتشي البالغ عام حرم من لقب الأمير لأنه كان هناك مخاوف داخل العائلة الملكية بشأن مدى سواد بشرته قبل ولادته. عرض جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر وأحد مؤسسيها أول وأقدم تغريدة نشرت على المنصة على الإطلاق في مارس من العام 2006 للبيع في مزاد على الإنترنت كرمز غير قابل للاستبدال. ويشار لأن تغريدة دورسي القديمة التي تقول أسست منصة تويتر للتو هي واحدة من أشهر التغريدات على منصة الوسائل القصيرة أو الرسائل القصيرة، وقد تجذب هواة التذكارات الرقمية، حيث وصل أعلى سعر للتغريدة إلى 2.5 مليون دولار. عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن كلبيه ميجر وتشامب إلى منزله في ويلمنتون بولاية ديلاوير بعد حادث عض تعرض له ضابط أمن في البيت الأبيض. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجر البالغ 3 سنوات وهو أصغر كلبي عائلة بايدن من فصيلة جيرمان شيبرد. وشملت التصرفات العدوانية القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن. وكانت عائلة بايدن قد استقبلت ميجر عام 2018 ليصبح أول كلب ينتقل من ملجأ للكلاب إلى البيت الأبيض. نهاية الفقرة مشاهدينا، وعودة إلى الزملاء. شكرا لك. طلعت الكلاب من البيت الأبيض. إذا مشاهدينا، وصلنا بذلك إلى ختام هذه النشرة. مني عبد العزيز الفضلي، غيوة إبراهيم، وهاجر عبد الله، وكافة فريق التاسعة، كل التحايا. ونلقاكم بإذن الله يوم غد بنشرة إخبارية جديدة. كونوا على الموعد. تصبحون على خير.